الموسم يوم 4/9 بداية الدوري بالنسبة لنا. لغاية دلوقتي احنا لعبنا 9 مباريات، كان لعبنا 7 الأول لغاية 29/9، وبعد كده الدوري وقف لمدة شهر علشان كان فيه الزمالك مسافر أفريقيا والمنتخب كان عنده مباراتين مع منتخب البرتغال. الماتشات اللي احنا عملناها 7 كسبنا 6 مباريات وانهزمنا مباراه واحده. الظروف عندنا كانت بصراحه ولغايه دلوقتي موجوده هي الاصابات هي اللي بنعاني منها بصراحه من اول الموسم او بدايه الموسم، ان كان عندنا اصابات لسه راجعين من قيمه اسبوع، كان ممدوح طه واسكان فايز، كان عندنا اصابات كتير جدا على مدار الشهرين اللي فاتوا، كان عندنا لسه عبد الرحمن علي اللي هو فيصل لسه راجع من الاصابه برده، كان عنده كسر في ثاني مباراه بالنسبه لنا، عنده كسر في ايديه ولسه راجع الاسبوع اللي فات. حاليا عندنا يوسف معرف اللاعب المحترف التونسي، وبنعاني من طول الموسم. احنا بدانا الموسم كمان باصابات، كان فايز ممدوح، كان محمد عصام الطاهر الحارس المرمى الاساسي المنتخب كمان، وكان عندنا اسلام حسن برضو مصاب. هي دي العقبه الوحيده او اكثر العقبات بالنسبه لنا بتواجهنا الاصابات. طبعا العقبات برضو اللي بتقابلنا كمان المنتخب، احنا عندنا الحمد لله لعيبه كتير في المنتخب، كانوا 9 واخر اسبوعين دولت قبل ماتش البرتغال بقوا 6، فالعناصر كلها مش موجوده مع وجود اصابات طبعا بتبقى عندنا مشكله وعدم اتزان في التمرين. يعني اعتقد الـ7 مباريات الاولين اللي احنا لعبناهم كنا لعبناهم بشكل كويس، وبنشتغل بسيستم معين مع طبعا المدير الفني اولا السويدي، وماشيين بخطه ثابته لغايه دلوقتي، ان احنا لنا طريقه لعب في الدفاع ولنا طريقه لعب في الهجوم، فدي ماشيين عليها بسيستم معين بمحاضرات معينه، ان احنا دايما في خلال الاسبوع لازم يكون في يوم او يومين محاضرات فيديو او اجتماع للفرقه، بحيث ان الاخطاء بتاعتنا او المشاكل اللي عندنا بنحلها نظري وبعد كده بننزل الملعب عملي. الحمد لله بدأنا الاسبوع اللي فات اول مبارتين بعد التوقف الشهر ده كان مع اكتوبر في اكتوبر وكسبنا الحمد لله، وكان عندنا المعادي يوم الجمعه الحمد لله وكسبناه، وكان الاولاد قضوا بشكل كويس. مسافرين عشان نلعب اولمبي، في الاولمبي ماتش برده رخم ومش سهل، يعني انديه اسكندريه كلها مميزه، ونرجع برده في يوم الخميس عشان نرجع نواجه نادي الجيش. جيش محترم، فريق كويس جدا، هو لغايه دلوقتي هو ماشي تاني الدوري بفرق الاهداف عننا، لازم نكسبه عشان يعني نتخطاه، ويكون هدفنا ان شاء الله نكمل بقيه الماتشات للفوز بيها، وان شاء الله يكون الماتش بتاعنا هو الزمالك هو الفيصل على قمه الدوري ان شاء الله. كان عندنا اصلا اصابات كتير جدا، وكنا مصعدين من اول الموسم بصراحه، مصعدين من 3 لـ4 لعيبه او 5 لعيبه كمان من مواليد 2000 اللي هو فريق الشباب، عشان كمان يكتسبوا الخبره، كمان مع اننا كمان احنا نازلين بالسن كويس جدا، احنا كان عندنا متوسط السن بتاعنا 30 سنه، احنا دلوقتي نزلنا 24 ونص، ودي حاجه دي كويسه، محتاجه بشغل ومحتاجه وقت شويه، بس الاولاد بيندمجوا مع التمرين والنظام اللي احنا عملناه. طبعا ان قطاع تاخد حد من الشباب دي حاجه كويسه لينا، ان احنا عايزين نرجع الايام بتاعتنا بتاع زمان، ان احنا مش عايزين نحتاج لحد او نشتري حد من بره، لازم نكون احنا مهتمين بقطاع الناشئين والشباب عندنا عشان نقدر نشتغل بيهم ويطلعوا يصعدوا ضروري، وده ده اللي احنا شغالين عليه بقالنا بصراحه سنه، ان احنا عايزين نفرغ من لعيبه النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي للفريق الاول. لغايه دلوقتي برضو بنصعد واحد او اتنين في الطبيعي في الماتشات، حتى لو احنا كاملين ساعات بنحتاج لعيبه من 2000 وبيساعدوا معانا وهم ماشيين بشكل مميز معانا الحمد لله. اهم حاجه ان الفريق يتجمع فتره اكبر فتره ممكن، احنا ما بنتجمعش للاسف، احنا اخر ماتشين اللي فاتوا دولت بعد التجمع احنا اتجمعنا كاملين، او اول مره تحصل من اول موسم ان احنا 17 لعيب نتجمع، احنا مسجلين 17 لعيب اول مره قبل 28 ساعه من الماتش اللي هو بعد الرجوع ده كاملين، غير كده مفيش. اهم حاجه يحصل انسجام بين اللعيبه ويحصل توافق في اللعب والكلام ده، ان هم يكونوا متواجدين دايما اللعيبه مع بعض، بس المشكله ان في عندنا تجمعات منتخب والاصابات هو اللي بيأثر معانا في الحته دي. ما نقصناش حاجه، ان احنا ان شاء الله هو هدفنا اصلا هو السنه دي اصلا ان شاء الله نحقق بطوله الدوري، وان شاء الله نحقق بطوله الكاس، وان شاء الله عينا على
بطوله افريقيا في الجزائر ابطال الكؤوس ده الاهم بالنسبه لنا، الثلاث بطولات اللي احنا عايزينهم السنه دي وهدفنا ليهم اصلا. احنا متكلمين الاول مع الولاد او كجهاز كله كاملين ان احنا هدفنا هو السنه دي الدوري والكاس وبطوله افريقيا ده، ونرجع تاني ان احنا السنه اللي فاتت كان في اخفاقات عندنا فمش عايزين ترجع تاني، كمان مع الخبرات اللي المفروض اللعيبه بيكتسبوها ان احنا قلنا زلنا بالسن او كل معظم الفريق معظمه شباب في كام عنصر خبره بس موجوده، بس احنا شغالين على الكلام ده بحيث ان هم ياخدوا الخبره بحيث ان السنين اللي بعد كده تبقى للنادي الاهلي ان شاء الله. في جمهور اكيد ما هو مش صلح، هو ما فيش صلح بيننا وبين الجمهور، ان احنا اصلا ما فيش حاجه بيننا وبينهم، هم الجمهور ده هو اصلا هو طبيعي في ظهرنا وكان ظهرنا مش السنه دي بس والسنه اللي فاتت واللي قبليها، دول عمر الجمهور النادي الاهلي محترم وعارف فرقته. اللي انا عايزه بس ان هم دعم الفريق، احنا غيرنا جلد جزء كبير جدا من الفريق وجبنا شباب وبنصعد ناس وحد كلها، لازم يكون الدعم منكم، مش مساله ان انا ممكن لعبت ماتش وحش اللي انت تضغط عليا، بالعكس انت المفروض انت عارف مثلا مستوى اللعيب هو كويس، وارد جدا اللي هو يبقى عنده اخفاقات في ماتش مش كويس في ماتش او عنده اصابات، لازم الجمهور يبقى هو عارف ان الفرقه دي كامله ولا مش كامله، هي دي النقطه اللي المفروض اتكلم عليها اصلا معاهم. اتمنى ان هم يكونوا دعم لينا دايما وفي ظهرنا دايما، واحنا اصلا من غيركم ولا حاجه اصلا كجمهور النادي الاهلي.